مساء الخير. الصخر بلبنان نوعيته كلسية وفي تشققات بتركيبته، فبعد ما بتتلج الدنيا مثل ما صار الأسبوع الماضي وبيدوب التلج بتفوت المي على قلب الصخور عن طريق هالتشققات وبتوصل لطبقة عازلة، وبعدين بتطلع منه المياه على شكل ينابيع عذبة اللي بتشكل النسبة الأكبر من مياهنا، والمهم إنه نعرف نحافظ على هالثروة الطبيعية. أما الطقس لبكرة بلبنان فغائم مع غيوم متوسطة ومرتفعة مع غبار وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة خاصة بالجنوب. نبقى هلأ بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض المناطق اللبنانية، ومنروح سوا إلى شمال لبنان حيث عم بتسجل درجات الحرارة بعكار 5، طرابلس 15، جبال 18 درجة، برمينة 16، بيروت 18، بيت الدين 9، صيدا 18 درجة، ننتقل من بعدها إلى بنت جبال 12، نبطية 13، رشيا 13، برمينة 16، زحل 8، بعلبك 8، الأرز 3، والهرمل 12. والرطوبة عم تتراوح بين 20 و60%، حرارة سطح المي 19 درجة، وسرعة الرياح بين 12 و35 كيلومتر بالساعة، والرياح عم بتكون شمالية غربية إلى شمالية. كيف رح يكون طقس اليومين الجايين؟ خلينا نشوف سوا. لليل رح توصل درجات الحرارة للخمسة بالليل وأقصها 21، طقس عم بيكون حلو. نهار الأربعاء بتتراوح بين 7 و24، والخميس بين 8 و25. وبنبقى هلأ بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. نبدأ مشوارنا إذن من القدس 14، صنعاء 17، الرياض 10، الكويت 11، مننتقل إلى الجزائر 14، تونس 12، طرابلس 12، القاهرة 19، ومننهي مشوارنا بباريس 3 تحت الصفر، برلين 4 تحت الصفر، وروما 5. وهيدا كان كل شي. باي.